الآن مشاهدينا حديث أكثر حول هذه الإقالة من الرئيس السوري بشار الأسد. انضم إلينا الآن من دمشق وليد درويش عضو مجلس الشعب السوري. سيد وليد أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. نتحدث بداية، هل إقالة رئيس الوزراء السابق عماد درويش كانت مفاجئة أم متوقعة؟ يسعد مساءكم مساء السادة المتابعين طبعا والمشاهدين. إذا أردنا نتحدث اليوم عن إعفاء السيد عماد خميس من مهامه كرئيس مجلس وزراء من قبل السيد الرئيس رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، فأولا تندرج هذه الخطوة تحت بند أن قائد الوطن والسيد الرئيس يتطلع إلى تحقيق معيشة أفضل واتخاذ إجراءات أفضل في ظل الحصار المفروض على الشعب السوري. واليوم الكل بات يعلم أن يعني قانون ما يسمى بقانون قيصر، هذا القانون الظالم الذي يطال كل مكونات الشعب السوري حقيقة. فبالتالي هي متابعة من السيد الرئيس لما يجري في الشارع، لمطالب المواطنين، لأن اليوم هناك حقيقة وضع معيشي بات صعب يعيشه المواطن السوري في كل أنحاء الجمهورية العربية السورية، وله عدة أسباب. السبب الأول هو العقوبات التي تفرضها واشنطن من طرف واحد تجاه الشعب السوري، والسبب الثاني هو تدني الوضع المعيشي للمواطن السوري. فبالتالي كانت هذه هذا الإعفاء كان متوقع بالنسبة للكثير من المتابعين، لأن اليوم طموحات الشعب السوري هي يجب أن يعني اليوم بتنزل على الشارع وبتسأل بكل صراحة، اليوم المواطن السوري يتطلع إلى أن تدار ما تبقى من موارده في الدولة السورية بشكل أفضل. وبالتالي كانت هناك مناشدات في الفترة الأخيرة هي في إعفاء المهندس عماد خميس من مهامه. طيب، واليوم تم إعفاء المهندس عماد خميس من مهامه. أستاذ وليد، هل حسين عرنوس رئيس الوزراء السوري الجديد يمتلك عصا سحرية لحل معظم المشاكل الاقتصادية الحالية في سوريا كما لم يتم حلها عن طريق سابقه أو من سبقه؟ طبعا لا. اليوم المهندس حسين عرنوس أولا هو ليس رئيس مجلس وزراء، هو كلف في في هذه المهمة تكليف، هو وزير للموارد المائية، هو له خبرة سابقة، له تجارب سابقة في وزارتين، وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، وبكل صراحة كان له إنجازات على في هذا على هذا الصعيد، إن كان في وزارة الإسكان أو في وزارة الموارد المائية حاليا. لكن اليوم حقيقة أنت تعلم أن بعد شهر تقريبا هناك انتخابات لمجلس الشعب، بعد انتخابات مجلس الشعب ستكلف حكومة جديدة، فمن غير الطبيعي ومن غير المعقول أن يتم تعيين رئيس مجلس وزراء اليوم ويقال بعد شهر. لذلك كلف المهندس حسين عرنوس في هذه المهمة طبعا مع مهمته كوزير الموارد المائية. أنا أعتقد أن اليوم الحلول داخل سوريا والخروج من هذه العقوبات والانتصار على هذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب السوري هو بالحفاظ على موارده الداخلية، بالحفاظ على مقدراته الداخلية من زراعة من صناعة، وإعادة الموارد موارد البترول التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة قسد وغيرها من هذه التنظيمات. طيب سيد وليد، كيف سوف يتعامل عرنوس أيضا مع المستجد على الساحة السورية؟ نحن نتحدث اليوم عن بعض المظاهرات التي تخرج أو مظاهرات تخرج ذات طابع سياسي أو حتى أمني، نتحدث عن مطالبات اقتصادية في ظل الوضع الحالي. اليوم لا توجد مظاهرات في سوريا، هن خرجوا العشرات في منطقة معينة في سوريا، طالبوا طبعا بتحسين واقعهم المعيشي، وهذا الإجراء اليوم هو طبعا جزء من هذا الإصلاح أو التحسين. لذلك أنا أقول شيء مهم، اليوم أي دولة تتعرض لحصار، هناك دول كثيرة تعرضت لحصار لكن ليس كحصار المفروض على سوريا. اليوم هناك موارد يجب أن تدار بشكل جيد. أعتقد أن المهندس حسين عرنوس خلال فترة هذا الشهر أو الحكومة الموجودة حاليا يجب عليها أن تتخذ قرارات جريئة وقرارات تصب في صالح الدولة والمواطن، وأهمها هي دعم الإنتاج المحلي، دعم الزراعة، دعم الصناعة وغير ذلك. أتوقع لا، هناك متابعة تفصيلية للسيد رئيس الجمهورية، وأكبر دليل على ذلك هو حقيقة ما حصل اليوم من إعفاء للمهندس عماد خميس. أشكرك جزيل الشكر سيد وليد درويش عضو مجلس الشعب السوري من دمشق، شكرا جزيلا لك.